التواصل يستمر مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، وهكذا ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا أيضا الحادي عشر، يعتبر أول أشواط الإبكار الصعوب. نسير مباشرة إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى المركز الأول في هذه اللحظات. قمرية محمد بن راشد بالغافرية الفلاسي، بينما في المركز الثاني أرى الغادمة في هذه اللحظات، هذه الآن تيجان لراشد بن محمد بن علي المنصوري، بينما في المركز الثالث خير للسعيد بن العبد بن خويدم العويسي، بينما في المركز الرابع وصلت الآن وتقدمت في هذه المنافسة غادمة الشاهينية سيف بن علي بن مطر بن حفشة الاكتبي، وهنا الغادمة الآن عيان لحميد بن علي بن رويشد النيادي. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول في هذه اللحظات. هذه الآن قمرية، يا قمرية قمرية وسلالة قماري، سلالة قماري على المقدمة وعلى البداية الأولى، بينما في المركز الثاني الغادمة خيرة سعيد بن العبد بن خويدم العويسي، بينما في المركز الثالث تحرك التيجان راشد بن محمد بن علي المنصوري. 300 متر الأخيرة، خلاص النهاية بانت، النهاية بانت ما شاء الله وتبارك الله. المقدمة والصدارة قمرية، قمرية مع بالغافرية، قمرية مع بالغافرية ما شاء الله. وين الانتصار؟ وين الفوز؟ وين هذه الآن قمرية محمد بن راشد بالغافرية الفلاسية ينتزع الناموس، ينتزع الانتصار ما شاء الله وتبارك الله، بطلة أول أشواط الصعاب. تهانينا لمحمد بن راشد بالغافرية على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت خير سعيد بن العبد بن خويدم، المركز الثالث وصلت للشاهنية ثاني بن صغير بن كنون، وهي تيجان راشد بن محمد بن علي المنصوري. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. عطر التوقيت الزمنية محمد دقيقتين و19 ثانية وتوقيت قمرية. تهانينا والناموس للجميع.